وصلنا لكنوز الأمثال الشعبية، خبرات الشعوب اللي بيصيغوها في صورة أمثال قصيرة تديك بعض المعلومات عن النفوس وعن تجارب الحياة. بعض الأمثال الشعبية لما نعرضها على ضوابط الشريعة نلاقي فيها مفاهيم خاطئة ما ترضيش ربنا، وكتير من الأمثال متمشية جدا مع القرآن ومتمشية مع السنة وفيها مفاهيم جميل أنك تحفظ المثل ده. أجدادنا المصريين عندهم مثل يقول لك اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه. ضرب لك المثل ده على واحد عنده تصرفات معينة بتخلي الناس تتحكم فيه، هو اللي ربط الحبل في رقبته واداه للناس. أنا قعدت أفكر وأقرأ شوية كده على أشهر الإلزامات اللي البني آدم بيلزم نفسه بيها ويورط نفسه ويخلي الناس تتحكم فيه بإرادته. فأشهر ثلاث حبال اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه، إنك تحكي سرك رقم واحد للي ما يرحمكش. بص، في ناس مننا كتير بتدلدق بالكلام وعنده في حياته أسرار، فيها أخطاء في حياته، فيها معلومات معينة محبش إن حد يعرفها، فيها نقاط ضعف، وهو علشان مشاعره جميلة وطيب بينجذب للحنينين فيقعد يحكي لهم أسراره. بس خد بالك، مش كل حنين عنده تحمل لمسؤولية السر. العرب يسموا الشخص اللي بيحكم عقله قبل قلبه يسموه الحصيف، ما يدلدقش كده إيه بأسراره على طول لأي حد طيب وبيسمعه. بس خد بالك، لازم يكون راجل وجدع يتحمل مسؤولية معرفة ومعلومات خطر عنك. الشخص اللي مش هيرحمك لما تحكي له أسرارك ممكن يستغل أسرارك لو كان فيها حاجات فظيعة أنت عملتها في مجالس تانية عشان يحكي للناس غرابة تصرفاتك، فيقول لهم معلومات، يعني جايب لكم المعلومات الغريبة والجديدة. ممكن الشخص اللي ما يرحمكش لما تحكي له أسرارك وما يكونش أمين يستغلها ضدك لما تختلفوا فيفضحك عشان يبين للناس خلوني ساكت بقى، شوف انتوا شايفيننا متخانقين، ده أنا عارف عنه حاجات عشان يبين إن هو إنسان محترم وإنت اللي غلط. الشخص اللي ممكن ما يرحمكش ممكن يعايرك وقت ما تختلفوا، فبلاش أنت خليني ساكت ما أنا عارف عنك. كل ده بيجرحك جدا وإنت اللي لفيت الحبل حوالين رقبتك واديتهوله علشان انت راجل طيب ولا انت ست طيبة وبتحكي لكل واحد حنين. والحنية مش كفاية، لازم يكون حد مسؤول أمين. الحبل التاني اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه، المثل بتاعنا، الحبل التاني حبل ديون التحسينات. احنا عندنا في حياتنا احتياجاتنا ثلاث مستويات: ضروريات، غذاء، كساء، دواء. لو الواحد زنق فيهم ممكن يستلف. وعندنا حاجة تانية اسمها احتياجات، لو الإنسان ما قدرش يوفرها يعيش بصعوبة، ممكن الإنسان لما يفقد الاحتياجات دي ممكن يستلف. وحاجة تالتة بقى عالية قوي، ترفيهيات، تحسينيات أو تحسينات، حاجات بقى إيه يعني إيه، إنك أنت يبقى معاك تليفون آخر موديل مثلا، ما تستلفش عشان ده. لكن أنت لما تستلف عشان ده يا سيدي مبروك على التليفون الجديد، بس أنت عرضت نفسك إنك يبقى في ديون عليك، والديون هم بالليل ومذلة بالنهار. وبعدين انت ممكن مثلا تبقى بتحمل نفسك ديون عشان تشتري جزم معينة ولبس معين تلقى به قبول اجتماعي في أوساط معينة عشان يقبلوك معاهم الناس اللي بتقيم وبتحترم البشر بالجزم بتاعتهم والشنط وكده. فانت ماشي يا سيدي مبروك على اللبس الجديد، بس انت تحملت سخافة الناس اللي بيكلموك كل شوية عشان الاقساط اللي عليك والديانة. او مثلا تكون بتشتغل في شغلانة وهي عاملة ضغط شديد عليك وتكون مستحملها وفيها اهانة ليك، بس عشان انت ورطت نفسك في ديون تحسينات او ترفيهات. فده حبل انت اللي ربطته حوالين رقبتك. عارف لو كانت الديون دي في ضروريات ولا احتياجات يبقى حالك زي حال ناس كتير في الدنيا اضطر انه يمد ايديه عشان حاجات مهمة، عشان المسؤولية اللي وراه ربنا معاك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان حق على الله ان يعينك المكاتب الذي يريد الاداء، اللي عليه ديون. بس ديون في حاجة تستاهل، مش في ترفيهيات وتحسينات. يبقى الواحد رابط في رقبته حبل ما كانش ليه لازمة، واللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه. الحبل الثالث اللي في كنز النهاردة، المثل الشعبي اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه، حبل الوعود اللي فوق قدراتك. في ناس مننا طيبين جدا وبعدين بيتعامل بعشم مع الناس، بحبش يكسف حد، وعنده كده إيه إحساس النجدة على طول وعايز يساعد، فمش بيرفض لأي حد طلب، ودايما عنده تصور إنه لو قال لحد لأ مش مناسب أروح معاك المشوار ده
أو أسلفك المبلغ ده أو أقف جنبك في الموضوع ده، أنا مش قادر. أنا ممكن يكون عندي مثلا أزمات معينة فما عنديش لحظة أو ما عنديش قرش أقدر أطلعه أو ما عنديش وقت لأن عندي امتحان ولا مثلا دكتوراه هناقشها بعد مدة قليلة، لكنه خايف على زعل الناس بزيادة، فيبدأ يوعد ويوعد ويوعد وتلاقي يومه متكربس، وبعدين تلاقي نص الناس زعلانين منه، وتلاقيه بدأ يتهرب من التليفونات لأنه خايف من الملامة. كل ده ليه؟ ليه؟ ما أنت لما تقول لواحد أنا مش قادر أشارك في الموضوع ده أو أكون معاك أو أساعد في الموضوع ده، بتقولها بأدب. وبعدين المفروض أن الناس الأسوياء يقدروك لما تعتذر بشياكة ولطف واحترام عن حاجة مش قادر تتواجد فيها وتوعد بيها، الناس المفروض تقدر، واللي ما يقدركش طبيعي، الناس مش زي بعض وأخلاقهم مش في نفس السعة. لكن لما الإنسان دايما يفترض أنه لازم يلبي كل الطلبات من كل الناس اللي حواليه، هتلاقي ربط في رقبته حبل الوعود اللي فوق قدراته. وبعدين هو أصلا جدع وراجل وما يحبش تطلع عليه سمعة أن هو بق وبيقول أي كلام وما بيجيش وما بيعملش، فتلاقيه فعلا منهك ومستهلك، ونص الوعود دي كان ممكن يعتذر منها بذوق، لكن الحبل هو اللي ربطه في رقبته واضطر أنه هو يلتزم بكل الوعود. يبقى مثل النهاردة وكنز النهاردة هو المثل الشعبي اللي يربط في رقبته حبل ألف من يسحبه. ثلاث حبال بقترحهم على حضراتكم، دول اللي نحاول نقصقصهم من رقبتنا. رقم واحد، حكاية سرك لمن لا يرحمك. رقم اثنين، ديون بسبب ترفيهيات. رقم ثلاثة، وعود فوق مقدرتك. فتعال نفك الحبال دي ونعيش بسلام وأمان.